السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الرابعة من مادة تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال واحد طلاب التعليم المفتوح. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. هنستكمل مع بعض. احنا خدنا في المحاضرة الأولى والثانية اتكلمنا عن برنامج الوورد، المحاضرة الثالثة اتكلمنا عن الباوربوينت، خدنا بعض النقاط فيها. هنكمل مع بعض بقى دلوقتي ايه باقي التطبيقات بتاعت الباور بوينت. هنكمل، احنا كنا وقفنا عند السؤال الرابع. السؤال الخامس بقى، في عندي برضو قائمه. احنا قلنا ان في الباور بوينت في مجموعه من القوائم، واتكلمنا المره اللي فاتت عن قائمه الهوم وقائمه فايل. هنستكمل بقى في المحاضره دي ان احنا هنتكلم عن قائمه انسيرت. انسيرت بنقدر من خلالها نعمل ايه؟ نقدر نتحكم في الشرايح بحيث ان احنا نضيف للشريحه جدول زي تيبلز، نقدر نتحكم في الصور من خلال الايمج، نقدر نضيف الرسوم التوضيحيه من خلال الالستريشن، نقدر نعمل لينك للنص من خلال اللينكس اللي هي نقدر نعمل الهايبر لينك زي ما اتفقنا. مثلا لو في كلمه معينه وقفنا عليها بتوديني لموقع الانترنت او بتوديني الايميل او بتوديني لشريحه اخرى حسب ما انا بربط اللينك ده بالحاجه اللي انا عايزها. نقدر كمان نضيف الرموز من خلال السيمبلز، ونقدر نضيف فيديو او صوت او تسجيل للشاشه من خلال الميديا. طيب ايه الفرق بين النمط نورمال والنمط سلايد شورتر في عرض الشرائح في الباوربوينت؟ يعني لما نيجي كده في العرض بتاع الشرائح بنلاقي في حاجه اسمها نورمال وفي حاجه اسمها سلايد شورتر، ايه الفرق بينهم؟ في النمط نورمال بنعرض كل شريحه بشكل مستقل بالاضافه الى عرض مفصل لجميع الشرائح على الجنب كده، يبقى الشريحه نفسها هي اللي ظاهره عندي وباقي الشرائح موجوده على الجنب. اما في النمط سلايد شورتر فبيتم عرض الشرائح كلها جنبا الى جنب. جنبا الى جنب، جنب بعضه. على فكره الحاجات اللي احنا بنقولها دي المفروض سعادتك تبدا تجرب في البيت معايا كده على الجهاز بتاعك وتشوف الكلام ده، تختار النورمال تشوف هيدي لك ايه، تختار السلايد سورتر تشوف هيدي لك ايه. في النورمال بيديك شريحه شريحه مستقله، اما في السلايد سورتر بيديك كل الشرايح جنب بعضها البعض. طيب ازاي اقدر اتحكم في عرض الشرائح في برنامج الباوربوينت؟ لما اجي ابدا اعرض العرض بتاعي اتحكم في عرض الشرائح ازاي؟ ممكن اعرض الشرائح دي باكتر من طريقه. يا اما لما بنفتح كده الباوربوينت بنلاقي تحت كده في الاسفل، في اسفل الشريحه من تحت زر، لو دوست عليه يبدا يعمل لي عمليه العرض. طب شكله ايه الزر ده؟ اهو اللي هو ده، هتلاقيه تحت الشريحه كده تحت على اليمين، لو دوست عليه يبدا لك العرض بتاعك من الشريحه اللي انت واقف فيها. طب دي طريقه. الطريقه الثانيه اقدر اضغط على زر بدايه عرض الشرايح من البدايه، ودي هلاقيها فين؟ هلاقيها فوق على الشمال في شريط العنوان. فوق على الشمال في شريط العنوان في زرار كده اللي هو يبدا العرض من البدايه خالص، اللي هو ده شايفينها؟ هي دي هتلاقوها فوق في شريط العنوان موجوده، لو دوست عليها يبدا يعرض لي الشرايح بتاعتي من البدايه خالص. اما يعني الفرق ايه بين دي والنمره واحد اللي فوق؟ نمره واحد الفرق بينها انك بتبدا تعرض من الشريحه نفسها اللي انت واقف عليها، بيبدا لك يعرض لك من نفس الشريحه اللي انت واقف عليها. لكن هنا لو دوست في الشريط اللي فوق على الزرار دوت يبدا لك العرض من اول خالص شريحه بدايه الايه؟ الفايلر. الحاجه الثالثه ممكن اروح لقائمه سلايد شو اللي في شريط القوائم واختار عرض من اول شريحه او عرض من الشريحه اللي انا واقف فيها، او اختار انا اعمل كاستم لمجموعه من الشرايح بعينها للعرض، بحيث لما اجي اشغل العرض يبدا يعرض لي شرايح بعينها، مثلا الشريحه الاولى والخامسه السادسه الاولى والرابعه الثانيه والسابعه. يعني هختار انا بعض الشرايح بس هي اللي هيحصل لها العرض، ما يعرضش الفايل كله. يبقى انا دلوقتي اذا عندي ثلاث طرق لعمليه العرض، يا اما بختار من اسفل الشريحه نفسها، يا اما بختار من شريط العنوان فوق اللي بدا لي من البدايه،
يا اما بروح لسلايد شو دي وفي عندي كذا اختيار، ان انا اعرض من اول شريحه او اعرض من الشريحه اللي انا واقف فيها، او اختار بعض الشرايح اعمل كاستم كده لبعض الشرايح ويبدا يعرض لي هذه الشرايح. اهي لو شايفين كده اهو هتلاقوا فروم بيجيننج، يبقى ده هيبدا يعرض لي من الاول. دي اللي هي فين يا جماعه؟ لو خدت بالكم هتلاحظوا موجوده فين؟ اهي من عند السلايد شو. لما بنفتح السلايد شو اهي، السلايد شو دي نفتحها تمام، هنلاقي فيها كل الاوامر دي. ادي اول امر اهو ان احنا نبدا فروم بيجيننج، ده هو فروم بيجيننج، او فروم كارنت سلايدز من الشريحه الحاليه، او بنعمل كاستم لبعض السلايدز ويعرضها لي تمام. شكرا جزيلا، وهنكتفي بهذا القدر في المحاضرة الرابعة. يبقى احنا كده في المحاضرة الأولى والثانية اتكلمنا عن بعض النقاط في برنامج الوورد، والمحاضرة الثالثة والرابعة اتكلمنا على بعض النقاط في الباوربوينت. مش عايزين نذكر على حضراتكم بأكتر من كده، احنا قلنا أهم الحاجات اللي هي اللي ما عندوش فكرة خالص لما يبدأ يعرف الحاجات دي هو تقريبا كده خلاص يقدر يتعامل مع البرنامج سواء وورد أو باوربوينت. أشكركم ونلتقي على خير في المحاضرة القادمة.